السلام عليكم، حياكم الله طلاب وطلبات الصف الثاني الثانوي الترم الأول مع كتاب ميجا جول 2.1 والورق العملي الجميل حق أخونا الزميل الفاضل الأستاذ يوسف اليزيدي. الله يكتب أجره يا رب ويجعل ذلك العمل في ميزان حسناته. هناخد ورق الوحدة الأولى كلها في فيديو واحد إن شاء الله. كده نقول بسم الله. هذا الدرس الأول هو listen and discuss، بيبقى فيه كلمات مهمة جدا يا شباب. مثلا number one، he was called ish boy because he loved to do new things، معنى ان هو بيحب يعمل حاجات جديدة، يبقى هو انسان مغامر، يبقى هو انسان مغامر. اوكي، اجل كلمة مغامر معناها adventure، he called adventure or adventurous. اوكي، هذه number one. number two، that guy is ish with technology. اول ما تحصل كلمة with يبقى هو مرتبط بالتقنية، فعل اسمه obsessed with، is obsessed with. okay، obsessed with يعني مرتبط به أو متعلق تعلق رهيب بالشيء ده. number three، the is an elite sport، قمة يعني الصفوة sport and requires intensive training. إيش الرياضة دي اللي محتاجة كده؟ أها طبعا رياضة بانجي جامبينج اللي هي القفز بالمطاط، بانجي جامبينج. هذه ثلاثة. طيب نمبر فور، هنا there are few people in the world are these days، القليل من الناس اللي هم ايش هذه الايام. ها كلمة down to earth اللي هو الانسان العملي او realistic، down to earth اللي هي نمبر فور. طيب number five، we had no plans، ما عندنا اي خطط. اول ما يقول لك no plans يبقى هو عايز كلمة اسمها spontaneous. يعني ايش spontaneous؟ يعني انسان فضولي spontaneous. he is a moody، he doesn't become friendly with anyone. moody طبعا lunar، lunar يعني انسان وحيد يحب الوحدة، في بعض الاحيان يحب يقعد لحاله، lunar. كده خلصنا الجزء الأول. تعال نشوف الماتش. يلا كلمة هنا عايز الأنتونيمز. يعني إيه الأنتونيمز؟ يعني الضد. كلمة أنتونيمز هذه انتبهوا لها، هذه معناها إيش؟ أنتونيمز يعني مضاد الكلمة، سينونيمز اللي هو تعريف الكلمة نفسه. طب نشوف سبونتينيوس، وإيش يعني سبونتينيوس؟ عكسها إنسان يخطط، بلاند شيء مخطط له، هذه نمبر 1. فاني عكسها سيريوس. كوايت هادئ عكسها noisy. طيب outdoors عكسها indoors، خارج وداخل المكان اللي انت بتقعد فيه. واخيرا laid back، انسان كده مرخي مسترخي، عكسها anxious. anxious يعني انسان قلق زي كده، يعني انسان يحب مر القلق. ورقة رائعة جدا جدا جدا، جزاك الله خير يا استاذ يوسف. نيجي للدرس الثاني يا شباب اللي هو الجرامر، درس الجرامر. يقول لك هنا does he play، حط فين الاوكسيليري فيرب، الفعل المساعد فين يا شباب؟ هنا تعالوا نشوف مع بعض. الفعل المساعد هنا هيكون does، الاوكسيليري فيرب فيرب to do. طب هنا I do my job، هنا ما في فعل مساعد لان do هنا جايه فعل رئيسي، انا اقوم بواجبي. تمام، طب هنا فين الفعل الرئيسي في الجمله الاولى؟ اللي هو هو عايز circle underline the auxiliary، اهي ده الاوكسيليري فعل الفعل المساعد ودايره على الفعل الرئيسي circle المين فيرب. هنا المين فيرب دو بس ما في فعل هنا auxiliary. طب هنا he has passed، فين الفعل المساعد الاوكسيليري؟ has، وفين الرئيسي؟ passed. number 4 where، هو الفعل المساعد والرئيسي eating، وهكذا. وضحت؟ طيب دو از شون، لما يقول لك هنا اسوي نيجاتيف شي واز، هتقول wasn't، شي wasn't sleeping. بكل بساطة هتحط هنا wasn't وتكمل الجملة عادي بدون أي تغيير. معلش الخط. طب هنا ميك ا كويستشن، سوي سؤال. they have bought a camera، ممكن تقول have they bought a camera، تعملها مقص have they bought a camera، وممكن تقول what have they bought، what have they. المهم انك لازم تعكس في الحالتين have they. he goes to school، make a question. does he go to school، ابدا ب does، او where does he go، لازم تحط does عشان الفعل في اس، does he go وتكمل to school.
نفس الكلام سامي received the letter. Did Sammy receive the letter? Or what did Sammy receive? Did Sammy بس في الحالة لازم تقول receive من غير ال D لازم receive وتكمل عادي على طول تمام وبكده خلصنا الورقة التانية نكمل مع بعض الدرس اللي هو الكونفرسيشن اللي فيه الفوكابولري والريال توك المحادثات اوكي نمبر 1 هنا يقول لك فراغ blank is a short form معنى ان قال لك short form يعني اختصار طيب الاختصار ده عباره عن ايش يا استاذ اهو الاختصار اسمه abbreviation كلمه abbreviation يعني اختصار نمبر 2 do you score that fantastic goal do you score ايوه ايش هذا يا استاذ ها How on earth يعني كيف من الممكن do you score how on earth ازاي انت سجلت الهدف ده how on earth يعني how is it possible كيف من الممكن ثلاثة leave the message after بعد الايه الصفارة اللي هي هذه three number four I'll just get my coat استناني بس انا اجيب البلطو حقي او المعطف يبقى هذه number four hold on يعني انتظر واخيرا كلمة acronym acronym يعني عبارة عن كلمة مكونة من أول أحرف من الكلمات عشان تعمل لي اختصار أوكي زي VIP زي حاجات كتيرة LOL الحاجات اللي أخذناها في المنهج طب هنا يا شباب حاجة الأسمة أسمة دي اللي أزمة الرب ويبقى نحطها مع الصحة هنا Virtual حاجة خاصة بالكمبيوتر Network Computer Paramedics المسعفين كلمة Unique معناها متميز يعني تتحط مع special اوكي okay. تمام كده خلصنا الورقة هذه باقي ورقة الفور meaning and function طيب يا شباب هنا اخر درس في الوحدة الاولى الفور meaning and function اللي هي القواعد علي is space boy in the star بعد ان يقول لك boy و in يبقى هو عايز تفضيل يبقى the وال est the smartest الاذكى سعودي اريبيا is قطر هذه مقارنة ما بين السعودية وقطر نقول اكبر من يبقى bigger than bigger than اكبر من مقارنات she got her hair معنى ان يقول لك she got لازم تحط تصريف ثالث اجل ما ينفعش ing ولا s cut هي التصريف الثالث من cut the cabinet needs يبقى to be والتصريف الثالث يبقى to be replaced محتاج ان هو يتغير he threw the عايز اقول هو القى الموبايل المكسور مكسور يعني خربان broken the broken mobile The spring is cold autumn طبعا يقول لك هنا صحح دي مقارنة يبقى colder than يبقى تقول هنا تحتها تقول كده spring is colder than football is popular sport هتقول the most popular لان بتتكلم عن الكورة بس ده تفضيل يا شباب يبقى تقول football is the تحط most لان صفة popular صفة طويلة most وتكتب popular من غير اي تغيير وتكمل الجملة عادي من أولها لآخرها. The most popular هذا اللي بتغير بين الأقواس تقول football is the most popular. طب هنا نصلح clean نخليها إيه؟ نخليها cleaned. تكتب نفس الكلام وتيجي على clean cleaned لأن ده فعل causative فعل المؤكد عمله للغير cleaned to be clean. هنا ترتيب we got إحنا سوينا our car seat fixed يعني احنا صلحنا كرسي السيارة حقنا وبكده نكون خلصنا اوراق عمل حقة الوحدة الاولى ميجا جول 2.1 وان شاء الله موعدنا في القريب العاجل مع اوراق العمل حقة الوحدة الثانية والثالثة والرابعة بإذن الله نشوفكم على خير ولا تنسونا مصالح دعائكم في امان الله باي باي